كوكو شانيل محررة المرأة من قيود الموضة ونصيرة البنطلون. للأزياء حكايات ارتبطت بمن يقفون وراءها، لاسيما في عاصمة الفن والجمال باريس. ويأتي اسم كوكو شانيل بين أهم عمالقة تصميم الأزياء، استطاعت أن تصنع أسطورتها في عالم الموضة، فتحولت إلى مادة مليئة بالمغامرات لأكثر من 10 أفلام في السينما العالمية. فمن هي كوكو شانيل؟ جابرييل بونور شانيل اشتهرت باسم كوكو شانيل. ولدت في فرنسا في 19 من أغسطس عام 1883. والدها ألبير شانيل كان تاجراً متنقلاً، لديه 5 أولاد، 3 بنات وصبيان، عاشوا في ظروف صعبة في غرفة واحدة ببلدة في الريف الباريسي. شاء القدر أن تفقد والدتها وهي في 12 من العمر بعد أن أصيبت بمرض السل، فأرسلها والدها لدار الأيتام التي فتحت أمامها درباً جديداً برزت فيه ملامح التحدي والإبداع معاً. فقد تعلمت الخياطة وأتقنتها في تلك الفترة، وحين بلغت 18 من العمر تركت الدار إلى دار داخلية أخرى للفتيات أتقنت خلالها الخياطة أكثر. غنت لفترة في ملهى ليلي وحصلت على اسم كوكو بسبب أغنيتين شعبيتين تميزت في غنائهما، كوكوريكو وكيكا في كوكو، ومعناها من شاهد كوكو. افتتحت أول متجر لها لبيع الملابس عام 1910 في باريس بمساعدة صديقها الثري آرثر كيبل، حيث كان بداية لها في عالم التجارة. بدأت شانيل رحلة التصميم بابتكار تصاميم خاصة للقبعات النسائية، وسرعان ما بدأت ممثلات المسرح يرتدين قبعاتها، لاسيما جابرييل دورزياك. ثم أضافت الفساتين والتيورات وجعلت اللون الأسود سيد الألوان. وبعد نجاحها في تصميم فستان من قميص شتوي قديم كانت ترد على الصحفيين: لقد بنيت ثروتي من هذا القميص الذي كنت أرتديه. في عام 1920 أطلقت كوكو شانيل أول عطر لها، شانيل رقم 5، الذي حقق مبيعات هائلة على مر السنين. وبعد 5 سنوات من إطلاق العطر ابتكرت شانيل تصميمها الأسطوري لبدلة نسائية مكونة من سترة بلا طوق مع تنورة من نفس القماش. أثارت الاستياء عندما ارتدت البنطلون لأول مرة أثناء سفرها إلى البندقية لجعل حركتها أسهل. وفي عام 1925 قدمت الفستان الأسود القصير كجزء من الأناقة بعد أن اقتصر ارتداؤه على الأرامل والمطلقات، وجعلت البنطلون جزءا من أزياء النساء. الكثير من النجمات تبنين رؤيتها في الموضة، ولعل أبرزهن أودري هابرن وجاكلين كينيدي. إبداعها ونجاحها اللافت جعلاها تخسر علاقتها مع بعض أصدقائها المصممين، ومنهم إيف سان لوران، كما أنها رفضت تقديم أزيائها مجاناً لنساء العائلات الملكية. اعتبرت تصاميمها ثورية، حيث خلصت المرأة من القيود كما شد البطن والملابس المبهرجة، وكانت تستعير تصاميم للرجال وتعدلها لتكون مريحة للارتداء من قبل النساء. لم يقتصر شغف شانيل على الأزياء والعطور، بل فتحت أول معارضها للمجوهرات عام 1932 الذي ارتكز على تصميم الألماس. إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى إلى إغلاق جميع أعمالها خلال الاحتلال الألماني لفرنسا. ارتبطت شانيل بعلاقة حب مع ضابط ألماني، وبعد انتهاء الحرب دفعت ثمن ذلك غالياً، إذ وجهت إليها تهمة الخيانة مع النازيين وتم استجوابها، لكنها لم تتهم رسمياً. غادرت باريس في عام 1954 وقضت بعض السنوات في منزلها الريفي في سويسرا كنوع من الراحة. قررت شانيل أن تعود لعالم الموضة وهي في سن 70، وأعادت فتح دار الأزياء الخاصة بها بعد إغلاقها لمدة 15 عاماً، لكنها لم تلقى نجاحاً كبيراً بسبب السمعة السيئة التي لاحقتها مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
توفيت شانيل عام 1971 في شقتها في فندق الريتس بباريس بمفردها من دون وجود أصدقائها. لطالما فضلت كوكو شانيل النساء اللواتي يضعن المكياج، ويقال إنها أمرت خادمتها يوم وفاتها بأن تساعدها في ارتداء ملابسها وتصفيف شعرها ووضع المكياج، ثم فارقت الحياة بعد دخولها غرفتها واعتلائها السرير ببضع دقائق. ورغم رحيل شانيل إلا أنها استطاعت أن تبقى خالدة في عالم الموضة حتى هذه اللحظة. كثيرة هي إنجازات كوكو شانيل خلال رحلة حياتها في ابتكار الموضة. اعتبرت من أهم 100 شخصية عالمية بحسب مجلة التايم، وواحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرن العشرين.